بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مرة أخرى تلاميذ ديالنا الأعزاء، تلاميذ أم القرى. غنشوفوا الجزء الثالث من بعد ما تطرقنا إلى الجزء الأول في معادلة المستقيم اللي كنا تكلمنا فيه على الصيغة المختصرة. وشنو هي الصيغة المختصرة؟ من باب تذكير، الصيغة المختصرة لمعادلة المستقيم هي Y كتساوي M X زائد B، بحيث M العدد M كنسميناه هو الميل أو المعامل الموجه، وبي كنسميناه هو الارتوب عند الاصل. وشفنا كيفيه انشاء ديال المستقيم، يعني كيفيه كيفاش نحددوا جوج ديال النقاط وكيفاش كنرسموا في معلم متعامد ومنظم. ودزنا للجزء الثاني وكنا شفنا كيفيه تحديد الصيغه المختصره لمستقيم انطلاقا من نقطتين. الان غادي نطرقوا الجزء الثالث اللي هو ثالثا كبيرة، شرط توازي مستقيمين. للتذكير فقط ان الصيغه المختصره ما كتكتبش الا بالنسبه لمستقيم غير موازي لمحور الاراتيب، شوف هذا شرط اساسي في التعريف ديالنا. انا غنشوفوا شرط التوازي ديال المستقيمين، شوفوا الخاصيه ديالنا اللي عندها هي من الاصل ديالها بنات، وحنا غناخذوا غير الخاصيه والتطبيقات ديالها. غنعتبروا الدي والدلتا مستقيمان، بحيث ناخذ الدي ونعرفوا المعادله ديالو هي ام اكس زائد بي، وناخذ الدلتا نعرفوا المعادله ديالو نديروا ام بريم اكس زائد بي بريم. باش يكونوا هاد المستقيمان متوازيان كاين واحد الشرط ضروري واساسي، اللي هو ان هاد المستقيمين خاصهم يكون عندهم نفس الميل. هنا غناخذوها يكون المستقيمان دي ودلتا متوازيان إذا كان هنا M يساوي M بريم. أو بقراءة ثانية، باش يكونوا مستقيمان متوازيان يجب أن يكون لهما نفس الميل. باختصار نشوفوا بعض التطبيقات المباشرة. شوفوا مثال أول، مثال أول هنا مرات كيعطيونا مستقيم كيقول لك واش هما متوازيان. ناخذ مثلا دي ليكون المستقيمان دي مثلا و دلتا دي. ناخذ المعادلة ديالو هي إكراه كتساوي جوج إكس ناقص ثلاثة، و دلتا نديرو المعادلة ديالو مثلا جوج إكس ناقص واحد. هل المستقيمان دي والدلتا متوازيان؟ نعم. علاش؟ لان كما كنلاحظوا عندهم نفس الميل. الميل تاع دي هو جوج والميل ديال الدلتا هو جوج. هنا نكتبوا المستقيمان دي ودلتا متوازيان لان لهما نفس الميل. غير هنا كما كتلاحظوا نكتبوا ام ديال دي كتساوي ام بريم، هنا في هذه الحاله نسميوها ام ديال طب اختصار كتساوي جوج، اذا هادو متوازيان. ناخذوا مثال ثاني يعني باش نفهموا اكثر. غير ناخذوا مثال ثاني وهنا غندخلوا يعني غادي نربطوه بالفقرات السابقه. في المثال الثاني هذا كان مباشر، وهنا غناخذوا مثال ثاني. ناخذوا مثلا ليكون دي مستقيم معادلته المختصره بطبيعة الحال هي هذه، مثلا كتساوي هنا جوج اكس ناقص ثلاثه. يقول لك حدد معادلة المستقيم دلتا، نسميه دلتا المار مثلا واحد النقطة أ ثلاثة ناقص واحد، إذا هي الدائرة ثلاثة ناقص واحد، والموازي للدي. فاهم؟ إذا نجيو للجواب مباشرة. هذا كواحد السؤال ديالنا اعتبرنا المثال على شكل تمرين ليكون دي مستقيم
معادله المختصره هي دي كتساوي اكس ناقص 3. حدد معادله المستقيم. ملي كنقول معادله فدائما كنقصد بها الصيغه المختصره لمعادله المستقيم، اذا المار من ا 3 ناقص 1 والموازي للدي. اذا نمشيو على بركه الله صياغه الجواب. غادي نجيو نكتب دائما الصيغه المختصره لدلتا تكتب على الشكل، تكتب على الشكل كيف ما كنعرفوا عرفنا حسب التعريف اف اكس زائد بي. اذا باش نحدد المعادله ديالي خاصني نحدد جوج ديال المجاهيل الاساسيه، هو الميل و بي اللي هو الرتوب عند الاصل. المرحله الاولى لنحدد ام، كاين اللي غادي يجي منذ البدايه غايقول لك لدينا دي يوازي دلتا، اذا الصيغه المختصره لدلتا هي إكراك كتساوي جوج اكس زائد بي، غير ديرها مباشره. ولكن حنا غير باش نوضحوا اكثر كنمشيو بهذه المراحل. لدينا دي يوازي دلتا، اذا ماذا يعني هذا؟ اذا لهما لهما نفس الميل، ومنه ام شحال غتساوي لنا؟ جوج. اذا اش غندير دابا؟ غنرجع ونعوضها في المعادله اللي حددت في الاول. اذا المعادله او معادله دلتا تصبح على هذا الشكل. كنعوض ام بالقيمه ديالها غتولي هي اكراك كتساوي جوج اكس زائد بي. اذا اش كيبقى لي نحدد؟ كيبقى لي نحدد بي اللي هو الارتوب عند الاصل. كنجي لنحدد بي، وهاد بي راه شفناه شحال من مره. اذا حنا عندنا معادله المستقيم بحال ما المستقيم دلتا المار من ا، الا كان كيمر من ا يعني ا تنتمي الى الدلتا، وما دامت ا تنتمي اذا هاد النقطه هذه هاد الزوج ديال الاحداثيات هو يحقق هذه المعادله. بمعنى اخر ان هذا الزوج هو حل لهذه المعادله يحققها دائما. اذا غنجيو نكتبوا لدينا ا 3 ناقص 1 تنتمي الى دلتا، اذا ومنه اكس غنعوضها ب 3 اكراك نعوضها ناقص 1. اذا غنعطينا هنا ناقص 1 كتساوي 2 3 زائد بي. لاحظوا حصلنا على معادله بسيطه من الدرجه الاولى بمجهول واحد. نكملوا هنايا مزيان. اذا هنا غطينا ناقص 1 كتساوي 6 زائد بي. يمكن لي نخلي بي في الطرف باش ما نقص عليا شويه الخدمه، غندير ناقص 1 هنا غطينا ناقص 6 لان ناقص 7 كتساوي بي. اذا انا لقيت المجهول ديالي، اش غندير؟ غنرجع ونعوضه هنايا. اذا المعادله المختصره للمستقيم دلتا هي نقدر نكتبها بهذا الشكل، دلتا نقطتين إكراك كتساوي جوج إكس، جوج إكس شحال لقينا؟ ناقص 7 زائد بين قوسين ناقص 7 هي ناقص 7. اذا هذه هي المعادله ديالنا اللي كنقلبوا عليها والشكل النهائي. كيبقى واحد العمليه بسيطه، كيبقى واحد العمليه بسيطه. بعض المرات كيتطرح واحد السؤال كيعطيك مستقيمان وكيقول لك بين انهما متقاطعان. باش تبين انهما متقاطعان العمليه بسيطه جدا، كتمشي للتوازي كتشوفوا واش متوازيين ولا لا. اذا كانوا متوازيين اذا راهما غير متقاطعان، اذا كانوا غير متوازيين ماذا يعني هذا؟ يعني بانهما متقاطعان. اذا هذا الحل بسيط جدا اخوان. بعد الفقره قاتلنا فقره واحده اللي هي الشرط ديال التعامد ديال المستقيمين اللي غنشوفوها في الفقره المواليه، وشكرا.